الله يباركه. بعض الناس صاروا يتشائمون في هذه الأيام من سنة 2020 لما يقع ولما وقع فيها من أحداث عظام وجسام وفتن وابتلاءات ومصائب، حيث وباء كورونا والقتل والسفك وسفك الدماء والدمار، وها هو انفجار بيروت الذي حصل قبل أيام، والحرائق التي اندلعت في بعض البلاد الإسلامية. فنقول لمن يتشائمون يا إخواني، التشاؤم هذا من عادة أهل الجاهلية التي أبطلها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. التشاؤم هو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم الطيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا نتشاؤم لا من يوم ولا من أسبوع ولا من شهر ولا من سنة، فكل هذا الذي يحصل بتقدير من الله سبحانه وتعالى، الخير والشر بيد الله عز وجل بتقدير من الله، لكن من باب الأدب لا يجوز لنا أن ننسب الشر إلى الله، كما قال رسول الله: والشر ليس إليك، وكما قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنحن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأمور. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ألا هو التطير هذا التشاؤم. قال: ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، وهو من حسن الظن بالله. أيها الإخوة الكرام، قد يقول قائل: كيف سنحسن الظن ونحن نرى ما نراه من هذه الفتن وهذه الأحداث العظيمة؟ يا إخوة، هذا الذي يحصل كله يعني رسائل من الله عز وجل كي نرجع إلى الله وكي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكما قال تعالى عن قوم لوط الذين كانوا يعملون الفاحشة مع الرجال، والفاحشة الآن تحصل في بعض البلدان الإسلامية التي حصل فيها الدمار. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فالعذاب ليس بعيدا عن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وبارزوا الله تعالى بالكبائر. فيا إخوة، هذا الذي يحصل نرسل لنا كي نرجع إلى شرع ربنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم.